الأجواء جيف الكبرى معكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم سنكون على موعد مع مباراة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مباراة نريدها قوية ونريد فيها الإثارة كما هو الحال مع هذه الأجواء الكروية الصاخبة. الآن تبقى 16 فريق في المسابقة، وستبدأ أدوار خروج المغلوب واللي تلعب بحسابات خاصة. بعد هذه المباريات سيكون لدينا 8 فرق في المسابقة. تدخل سيء ممكن يكون فيها بطاقة صفراء. تشهر الآن حكمة اللقاء بطاقة صفراء مبكرا في المباراة، لا تنتظر مرور دقائق وانفلات الأمور، تحاول فرض سيطرتها من البداية والسير بالمباراة إلى بر الأمان. يتصدى، لكن هنالك راية مرفوعة تنهي الخطورة وتعلن عن وجود حالة تسلل. يعترض الكرة في هذه اللحظات، يتقدم بثبات إلى داخل مناطق المنافس. مع وجود نيمار في التشكيلة ستكون هناك آمال كبيرة عليه في هذا اللقاء. تتكلم عن إمكانيات كبيرة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن الموهبة الواضحة للجميع، تتكلم عن القدرة على صناعة الفارق في أي لحظة. هذه كرة التقدم في النتيجة، في المرمى، الهدف يأتي. 1-0 يا رب على البداية. الآن نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، واضح التمركز الرائع هنا، التواجد كان في المكان المناسب وفي مكان قريب أمام المرمى من أجل وضع الكرة هذه في الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تمريرات بشكل سليم، نقلات، تفاهم كبير بين اللاعبين في أرضية الملعب. انطلاقة قوية هنا مشاهدينا إلى الأمام، تنتقل السيطرة للمنافس. نيمار، نيمار السامبا في حالة الهجوم الآن. نيمار ولم مع رافينيا، باكيتا التصدي لم يبعد الخطورة كاملة، الكرة في الملعب رغم التصدي. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. تياغو سيلفا، الدفاع يتواجد في الخلف وينتظر الضغط بكل تأكيد. لوكاس باكيتا فشل في الحفاظ على الكرة. هيا التسديدة، روعة كبيرة في التصدي من حارس المرمى، انقاذ على الطاير، يا لها من مرونة ورشاقة، الله على لقطة. التنفيذ هنا بشكل قصير، يتوغل إلى قلب الملعب. خطرة،
والتصدي في منتهى الروعة. لعب في البوكس من نيمار، أرسل كرة رأسية لكن الكرة بعيدة عن المرمى. واضح تأثير الضغط الدفاعي في اللقطة الماضية. استغلال القوة البدنية في التحضين على الكرة.